عسلامة الناس الكل، ومرحبا بكم في الناتي سيكس ريفيو للشاومي ريدمي نوت 7. كالعادة شاومي خرجت برودوي رخيص و بيرفورمون على الاخر. نبداو بالديزاين، الجلاس افون اغيغ و فريم اون بلاستيك، واللي عطا ان لوك اكسيبسيونيل بين الميليو و الاوت جام. ليكرون 6.3 بوس اي بي اس سي دي، وفي نوتش صغيره اللي متبع التوندونس نتاع بقيه لي سمارت فون، واللومبرانت اون اغيغ رابيد وتحفونه. السوفتوير هو الاندرويد 9 بايب سير كوش المي يو اي. بالنسبه للكونفيغوراسيون، البروسيسور سناب دراجون 660 14 نانومتر اوكتا كور و جي بي يو ادرينو 512. التليفون هذا disponible pour 3 modèles 128 ou 64 stockage avec 4 Go de RAM ou 64 stockage avec 6 Go de RAM ou 3 Go de RAM avec 32 Go stockage extensible via carte SD. Le hardware est موجود عندنا بالطبيعة باش يعطيك performance مقبولة في كل شين، والشارج يكفيك نهار كامل utilisation عادية بين الجيمنج والسوشيال ميديا، وزيد الفاست شارجينج 18 وات يخليه 4000 ملي امبير يتشارجيو rapidement. بالنسبة للكاميرا برينسيبال، عندنا دو كاميرا برينسيبال، الاولى 48 ميجا بكسل والثانية 5 ميجا بكسل بورتري مود. وبالنسبة للسيلفي 13 ميجا بكسل، نتعداو للصون تحفون وقوي رغم انه مونو، هذه من احسن الكاليتي اللي تنجمو تلقاهم، ونلقاو فيه البلوتوث 5 و 3.5 مليمتر هيدفون جاك والانفراروج. بالنسبة للصون التليفون هذا هو يتراوح ما بين ال 850 دينار ل 950 دينار انت والفيرسيون اللي باش تخوها. اما اوكي، خليني لكم اللين دشا بروموسيونيل، فيه التليفون الريدمي نوت 7 الفيرسيون 4 جيجا رام افيك 64 ستوكاج، ومعاه غراتويتمون المي باند 3 واللي هي تحفونه ياسر. ديجا السوم نتاعها وحده يعمل 150 دينار، هي باند كونيكتي اترافير البلوتوث، وتنجم ترى بها الوقت كيف كيف، قداش جريت، قداش مشيت، ترى بها برشا حاجات اخرى كيما التمبيراتور اكسيتيرا، وتقيس لك الدقات القلب نتاعك، واهم حاجه هي ووتر بروف. وبالنسبه للباكج هذا هو 900 دينار، وكا حاط لكم اللين في الديسكريبسيون بالما. وما بقى كان نقول لكم ما تنساوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعونا على فيسبوك وانستغرام. اي اتري بيان.